سجلت السوق العقارية السعودية أدنى متوسط عام لقيمة صفقات القطاع السكني خلال العام الحالي، وصاحب هذا انخفاض قياسي في أسعار العقارات بلغت نسبته أكثر من 55%. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن عاملين في المجال العقاري قولهم إن سبب الانخفاض هو أن السوق العقارية لا تزال تعاني من انخفاض الطلب نتيجة تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وانتظار الراغبين في الشراء انخفاضا حقيقيا في أسعار العقارات. للحديث حول هذا الملف ينضم معي من جدة مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في جريدة المدينة السيد حسن الصبحي. مرحبا بك سيد حسن. أولا، هذا الانخفاض في أسعار العقارات بطبيعة الحال هو ناتج عن ركود عام في المبيعات العقارية في السعودية. الغالب ممن كان يشتري هذه العقارات في فترة ماضية هو ينتظر صدور أو بدء القرار الفعلي لتحصيل الرسوم، بالتالي انخفاض أسعار العقارات والاستفادة من هذه النسبة. أهلا وسهلا فيك عزيزي الكريم وبالمشاهدين عموما. أعتقد أنه من الطبيعي جدا أن يشهد السوق العقاري هذا الانخفاض، سواء في الأسعار أو في حجم المبيعات. نعلم جيدا أن حجم وأسعار العقارات سواء الأراضي المطورة أو غير المطورة ارتفعت وتضخمت طوال السنوات الماضية بشكل جنوني جدا وبشكل غير معقول وغير منطقي. فتسببت هذا الارتفاعات وهذا التضخم في الأسعار بشكل غير مبالغ فيه جدا في ركود مبيعات وتضرر جميع أو معظم طالبي أو محتاجي السكن في الحصول على منتجات سكنية ملائمة بسبب الارتفاع والتضخم المتزايد في الأسعار طوال السنوات الماضية. من الطبيعي الآن عندما تحركت وتنبهت وزارة الأسكان والحكومة السعودية عموما أن هناك ضرر من التضخم الكبير في أسعار الأراضي البيضاء على وجه الخصوص، تحركت لكبح جماح هذه الأسعار المتضخمة والمرتفعة بشكل جنوني وتقليص هذا الأسعار بشكل يخدم حاجة المواطنين في توفير الأراضي الملائمة لسكنهم ولتوفير احتياجاتهم بأسعار معقولة ومنطقية. وهذا ما نراه الآن في منذ أعتقد منتصف إلى منتصف 2015 إلى الآن انخفضت الأسعار بشكل تدريجي حتى وصلت الآن أتوقع أكثر من 60% تقريبا من أسعار العقارات. نعم. انخفضت بشكل بالذات العقارات غير المطورة أو الأراضي غير المطورة اللي أقصدها. طيب سيد حسن، الآن مثل هذا القرار، نحن الآن في الستة أشهر الأولى التي حددتها وزارة الإسكان لتسجيل هذه الأراضي البيضاء، ومن ثم بعد سنة كاملة يتم تحصيل هذه الرسوم، برأيك هذا الانتظار وهذا الضغط على مؤشر، إن صح التعبير، على مؤشر أسعار العقارات إلى متى سيستمر؟ هل سيستمر يعني هذه الفترة سنة ونصف بعد ذلك سيعاود المؤشر مرة أخرى إلى الارتفاع بحكم أنه سيكون هناك طلب كبير على أسعار العقارات؟ لا أعتقد أن الأمر سيكون تدريجي، أيضا سيواصل الانخفاض طوال الأشهر القادمة بسبب أن معظم ملاك هذه الأراضي أو الأراضي البيضاء على وجه التحديد لا زالوا يعتقدون أنه في إمكانية للتغلب على النظام رسوم الأراضي البيضاء، وبالتالي هم لا زالوا يعتقدون أنه يمكن أن يلاحقون الأمر بشكل أو بآخر في التأثير على هذا النظام والتأثير على التلاعب بشكل أو بآخر أو بناء وحدات في أراضي بيضاء كبيرة جدا بشكل لا تخدم السوق العقاري أو السوق السكني على وجه التحديد. ولكن في نهاية الأمر أتوقع أن هذا الانخفاضات ستتواصل تدريجيا إلى ما بعد تطبيق النظام الفعلي وفرض الرسوم البيضاء بشكل الرسوم على الأراضي البيضاء بشكل فعلي،
عندما يشاهد ملاك هذه أو محتكرون هذه الأراضي سيجبرون وقتها إلى تطوير أراضيهم، بنائها أو التخلص منها. طيب سيد حسن، الآن إذا 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 يعني سلمنا بأنه هذه النسبة 55% انخفاضا بسبب فرض رسوم الأراضي البيضاء، كيف سيكون الحال إذا ما قامت وزارة الإسكان بإدراج منتجاتها الآن في السوق؟ وزارة الإسكان تتحدث من أنها قريبا ستطرح منتجات بمختلف الخيارات في السوق العقاري، بالتالي بكل تأكيد ستنخفض بشكل أكبر. أعتقد أن وزارة الإسكان بمنهجيتها الحالية ستكون متأخرة جدا. لابد أولا تخفيض الأسعار المتضخمة للأراضي البيضاء على وجه التحديد بنسبة كبيرة جدا، حتى يستطيع المواطن أن يكون المجال متاحا له أن يشتري ويطور، أو يكون المطور مربحا له أن يطور الأرض ويبيعها في السوق. لكن منتجات وزارة الإسكان حتى الآن لا زالت مبهمة، لا زالت ليست موجودة على أرض الواقع، لا زالت تتحدث عن منتجات على الورق، لا يوجد مشاريع فعلية يتم تسليمها، ولا توجد قروض في الصندوق العقاري يتم تسليمها الآن. كل هذه منتجات للمستقبل ما بعد، حتى الوزارة تخلت عن جزئية مهمة وهي جزئية أن تطور بنفسها أو تبني بنفسها، وأوكلت هذا إلى مطورين، ومطورين سيبحثون عن أرباحهم. الأرباح لا تأتي الآن، طالما أن أسعار الأراضي مرتفعة ومتضخمة لا يستطيع المطور أن يحصل على أرباح مقنعة. ممكن أن يشتري المستفيد الوحدة السكنية بسعر معقول والمطور لا يحصل على أرباح. أعتقد أن الأمر لابد أن وزارة الإسكان يكون لديها تحرك أسرع في إيجاد منتجات. طيب سيد حسن، هل نستطيع القول الآن بأنه يعني دائرة الاقتصاد لأسعار العقارات الآن يعني وصلت إلى فترتها الأخيرة، بالتالي أسعار العقارات هي الآن في انخفاض بناء على المعطيات الآن التي توجد في السوق، انخفاض الطلب خلاف السنوات السابقة اللي كان هناك طلب أكثر من المعروض؟ عزيزي، الأمر لا أعتبره أنه انخفاض، هو تصحيح إجباري للأسعار المتضخمة للأراضي البيضاء على وجه التحديد. الأمر تصحيح، وسيستمر هذا التصحيح حتى يتم إيجاد آلية واضحة يستطيع من خلالها المواطن أن يحصل على أرض ممكنة للبناء وبناء مسكنه. عدم وجود تمويلات أيضا ممكنة ومرنة لهذا المواطن أجبر أيضا انخفاض الطلب بسبب تضخم الأسعار وعدم وجود التمويل المقنع. هذا ما أدى إلى إيجاد تصحيح، الآن مرحلة تصحيحية في أسعار العقارات الأراضي. نعم. طيب سيد حسن، ألا تعتقد بأنه هذا الانخفاض سيمكن شريحة كبيرة من شراء الأراضي، بالتالي يكون هناك ضغط بشكل كبير على قطاع المقاولات، ارتفاع الأسعار، قلة الخدمات التي تقدم من قبل قطاع المقاولات بالتالي تؤثر على جودة هذه الخدمات؟ نعلم جيدا أن سوق المقاولات عموما في منطقة الخليج شهد هذا العام والعام الماضي تراجعا طفيفا بسبب انخفاض أسعار البترول وتقلص المشاريع الحكومية، وبالتالي لابد أن يجد مجال آخر يقوم في هذا السوق المقاولات. أعتقد أن المجال المناسب هو أعتقد المجال المناسب هو المجال السكاني. طيب عموما يعني سيد حسن، قطاع المقاولات إذا سمحت لي سيد حسن لإيضاح هذه الصورة، قطاع المقاولات في السعودية غالب المساكن التي يتم الاعتماد عليها من قبل
المواطن الذي يرغب ببناء مسكن خاص فيه يقوم بمباشرة بالاتفاق مع شركات ومؤسسات صغيرة جدا صغيرة الحجم، ربما لا تمتلك الجودة الكاملة والخبرة الكافية، ولكن بعد هذا الضغط الكبير الآن والعمل من قبل مطورين بشكل كبير لهذا القطاع، ألا يمكن أن يؤثر ويضغط على هذا القطاع قطاع المقاولات، بالتالي ترتفع قيمة أو يكون هناك غلاء بأسعار المقاولات؟ لا أعتقد أنه سيؤدي إلى ارتفاع ضخم جدا، ممكن يؤثر على أسعار المقاولات، ولكنه على الأقل سيكون بشكل معقول ومنطقي، يحقق للطالب السكن أو طالب البناء بأسعار معقولة، خاصة إذا ما علمنا أنه السنتين الماضية فعلا يعني سوق المقاولات شهد انخفاض كبير جدا وأسعاره أصبحت الآن معقولة. نعم، إذا ارتفع الطلب بشكل أو بآخر وكانت المجال متاح أمام المطورين أن يطوروا وحدات كبيرة، بالتأكيد أنهم سيحصلون على أسعار معقولة ومنطقية، سواء لعدد معقول من طالبي السكن أو لشريحة كبيرة جدا السوق يتطلب إيجاد منتجات أكثر. شكرا. شكرا لك ضيفي من جدة، مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة المدينة، السيد حسن الصبحي.